ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج 7 دكتورز. مثل كل اسبوع عم نكون معكم لنطرح مواضيع طبيه مختلفه. بدي اشكر كل حدا بيبعث لنا وبتواصل معنا، دائما بنشوف رسائلكم، بنحاول قدر الامكان نكون ونطرح مواضيع انتم بتطلبوها. كيف حالكم؟ تمام، شو اخباركم؟ اهلا وسهلا فيكم، مبسوط اني موجود معكم اليوم. طيب اليوم طبعا بحلقتنا في مواضيع مختلفه، رح نروح على العمليات، رح نروح عند رشيد، رح يكون في مقابلات مميزه، رح يكون فقره التواصل الاجتماعي نجاوب على اسئله، رح نروح على فقرات كثير مميزه ومفيده. ولكن بالفقره الاولى هاي الصغيره بنحب ندردش عن موضوع هيك الناس بيسألوا عنه، والموضوع دائما نسأل عنه حتى بالمستشفيات شادو انتمار، بنسأل عنه موضوع انه علاجات والادويه. بعد ما افتح هذا العلاج قديش اضل استخدمه؟ دكتور بيخرب ما بيخرب؟ كيف احافظ عليه؟ انا رح ابدا بالعيون، مني وعلي دائما بالعيون بيسالوني دكتور طب القطره بعد ما افتحها قديش استخدمها؟ بنحكي لهم عاده قطرات العيون ما بنفضل انها تبقى اكثر من 3-4 أسابيع بعد ما نستخدمها لاول مره من فتحها. ونركز كمان على شيء كثير مهم، بانها تكون بمكان بعيد عن اشعه الشمس. طبعا بسالنا نحطها بالثلاجه مش بالثلاجه، ما في مشكله بالثلاجه او مش بالثلاجه، حطوها بمكان بعيد عن اشعه الشمس، درجه حراره الغرفه المناسبه، وعدد كبير من القطرات اصلا اوريدي مكتوب عليها قديش فتره الصلاحيه. بس اكثر من 3 أسابيع لماكسيموم 4 أسابيع، بالذات الكبار بالعمر بيسمعوني بحب اذكرهم، نعطيهم قطرات بعد العمليه بيرجعوا لي بعد 3 أشهر ضايل فيها بيستخدمها. فبنحكي لهم انه لا خلص استخدمتها 3 أسابيع بكفي، روح لقطرات جديده. عندك اكيد بالكريمات. انا بدي احكي هلا مزبوط، بس راح احكي اول شيء عن المضادات الحيويه اللي بتكون شراب سائله. هلا هاي احنا بعد ما نفتحها باسبوع المفروض خلص انه تنكب صراحه، لانه هي عباره عن بتكون عن بودره محليه، او خلينا نحكي احنا محلوله بمي، لازم نستعملها بس بفتره العلاج، بعد هيك بتصير خربانه خلاص، ويعني على الفاضي بتصفي. طبعا الكريمات والمراهم احنا المفروض انها بتضلها فتره طويله، المفروض تضلها من 3-6 شهور، في منهم بضل اكثر، بس اهم شيء انه احنا لازم نسكرها كثير منيح. اذا احنا سكرناها كثير منيح ما بتمنع، خلينا نحكي احنا بتمنع الاكسده، في منهم اشياء بتتاكسد مع الجو ومع الهواء، فبتغير تركيبه الكريم، ممكن تعمل لها حساسيه. ممكن طبعا بالضبط، لا الشمس لا هي مبدئيا هلا الشمس ممكن تغير لنا اللي احنا بنسميه بالجلديه اللي هي انواع مضادات حيويه. مزبوط، مش لازم تنحط بالشمس، زي اللي بيكونوا بمرض الشمينيا هاي الاشياء مزبوط انها لازم ما نستعملها، بس الكريمات لا بالضبط. والبنات تعمل الكريمات بالسياره اصلا اذا هالموضوع لا نحكي احنا عن الكريمات الطبيه، لا الكريمات المش طبيه كمان لا الطبيه هذول اللي لا بيكونوا بضلهم اكثر، بس حتى مثلا هذول السيرم تبعون فيتامين سي وهدول بكون في خلينا نحكي احنا مده معينه من وقت الفتح لحد مثلا 10 أيام اسبوع بعدين خلاص بنكب. في برضو عندنا قطرات الانف والاذن او البخاخات مثلا، هاي مده صلاحيتها ما بزيد عن 3 أشهر بعد ما نفتحها، بس في اشياء ممكن انه نستخدمها حسب المعلومات المكتوبه، عشان اذا انفتحت مثلا واستخدمناها وهي اوريدي انه خالصه مدتها بتسهل ان تدخل البكتيريا وهيك بتسوي مشاكل مثلا. او نفس الاطراف ممكن انا استعملهم ل3 شهور من وقت فتح العلبه بالضبط. يعني ولازم اكيد بعيد عن تناول الاطفال. تمام، احنا دائما بنحب نذكر بهالفقرات كمان، برجع بحكي لكبار بالعمر، كل بيت في ناس كبار بالعمر، بحب لكل حدا بيتابعنا او حتى هم بيتابعوني اكيد بوجه لهم تحيه، وبذكرهم بانه ممكن يكون سبب ضرر بمشكله عندك عينك دانك اي حتى بجسمك هو عدم التزامك بدوائك بشكل صحيح، وعدم التزام بمعايير الحفاظ على هذا الدواء. ادويتك دائما تكون بعيده عن الشمس، اذا حكى لك الدكتور حطهم بالثلاجه بعض الادويه حطهم بالثلاجه، نطلع دائما على صلاحيه الدواء والقطرات والكريمات كل شيء حكينا ننتبه له. راح نستمر بفقرات الاطباء 7، خليكم معنا. ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية.